أقول حق قطر، أنت يا قطر وضعتي في كل بيت بالعالم عطر. صار عندنا مكان حلو بالكويت؟ الحمد لله. والله هذا مكان لم الشباب، والحمد لله احنا من كثر الأماكن اللي عندنا ما شاء الله بالكويت. شوفين الكويت كلها هني الحين. كنا كلنا كاشخين. إيه كلنا كاشخين. قطر قطر قطر. أشوة. كنت خايفة تقول لا. جو حلو، مكان حلو. وجودكم أحلى. الله يسلمك. كاس العالم قطر. اي كاف. شو تقولي لهم الكويت لقطر؟ شو اقول لهم؟ الله يوفقكم، فخورين، مستانسين. يلا كنا ما سالنا. الله يوفقكم. شنو بعد؟ فخورين فيكم، مستانسين وان شاء الله راح نجيكم. قطر احبك وايد. كويت فان بوكس، مكان جديد في الكويت راح نستمتع فيه ان شاء الله في موسم الشتاء. وتحيه كبيره من الكويت لاهل قطر، وان شاء الله كل التوفيق في كاس العالم. حبايبنا قطر كاس العالم عندهم هالسنه. احنا فخورين في دوله قطر الشقيقه، والصراحه افتتاح مبهر، واحنا نتمنى لهم كل التوفيق. واي مواطن عربي المفروض يحس بالفخر لحصول دولة قطر الشقيقة على ضيافة احتفال المونديال. والله والنعم، وان شاء الله تفوزون فيها ان شاء الله. العنام ان شاء الله. والله جدا 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 سعيد وفخور، وخاصة بالاحاديث اللي حاطينها بالشارع والاشياء اللي قاعد ينشرونها عن الاسلام. صراحة برافو عليهم، والله كل فخر. من الكويت لقطر شو تقول؟ والله برافو قطر، هم فخر العرب، واحنا رايحين قطر ترى. ان شاء الله بنولعها هناك ان شاء الله. نروح مع بعض. يلا عشان نولعها مع بعض. شو تقول من اهل الكويت لاهل قطر؟ والله احنا ان شاء الله هذا اللي صار، هذا واللي قاعد يصير كاس العالم، نفتخر فيه كعرب مو كقطريين هم بس بروحهم، هذا لنا كلنا كعرب، خصوصا انه صار دوله خليجيه مسلمه. والله العظيم انه من كثر ما اني معجب وفخور باللي صاير هناك، مو قادر اعبر، مو غشمره، مو قادر اعبر. كتبت بتويتر كلمه فخر بس. اقول فالكم الفوز ان شاء الله. ان شاء الله امانه، يعني يمكن افضل نسخه من كاس العالم بالتاريخ راح تكون في قطر من خلال ما شاهدنا احنا بالافتتاح. يعني نقول الكتاب باين من عنوانه. الله يوفقكم ان شاء الله بكاس العالم، ونشوفكم على غالب النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. فخورين فيكم. فخورين فيكم. الخليج العربي والوطن العربي فخورين فيك يا قطر. عسى الله يوفقكم ويتمم عليكم هالفرحه هذه، وان شاء الله الكويت جايت لكم ان شاء الله. موفقين ان شاء الله بكاس العالم. ان شاء الله. ان شاء الله كاس عالم لكم وللعرب تفرحون فيه. ان شاء الله يفوزون كاس العالم. ان شاء الله. انا سعيد جدا انه بقطر لانه قريب على الكويت، فانا رايح بكره ان شاء الله. ان شاء الله. اي اعطوني معاكم. اترك تونس لحالها وتونس تلعب كاس العالم وانا اقعد هون. والله نحبكم، ويعني هذا اول كاس عالم اتوقع بالخليج، وبس والله يعني صراحه شيء يونس. الله يوفقكم يا قطر. ان شاء الله بعد 4 سنين الكويت كاس العالم. قول يا رب. يا رب. قول يا رب. يا رب. يا رب. آمين. آمين. مشكور. يا هلا. مسهلا. من وين؟ من قطر. يا هلا والله، جاي من قطر للكويت، ايش رايك بالكويت؟ حلوه زين. مستانس؟ حيل مستانس. حيل مستانس. شو تقول حق اهل الكويت؟ تعالوا عندنا بقطر، واحنا مستانسين ان كاس العالم بقطر. اي والله، واحنا بعد مستانسين. مكان جديد وحلو بالكويت بالموسم الشتوي اللي كلنا نحبه. نعم نعم فعلا، الحمد لله. يعني فعاليه جيده وممتازه. احنا فخورين طبعا بالعمل اللي قاموا فيه شبابنا، واحنا دعمناهم في يعني خلق هذا الجو اللي احنا نعتقد يعطي ترفيه لكافة الأعمار. مثل ما انت شايفة بيبي، يعني اليوم احنا الحاويات هذه كلها حولناها إلى مطاعم وكافيهات من خلال إعادة يعني ترميم، من إعادة ترميمهم وتدويرهم، والبعض منها محلات عطور وملابس، وبالإضافة إلى مناطق الترفيه اللي عندنا، وبالإضافة إلى أكبر شاشة نقل مباريات لمونديال كأس العالم. أتمنى أن هالشيء يكون دايم حق الشاب الكويتي، لأن الشاب الكويتي ما عنده مكان يروح. الله وعمي، المكان هذا المشروع كله شيء عجبك؟ أكيد عجبني، ولم الكويتيين ولم أهل الكويت والوافدين، وإحنا محتاجين هالشيء أحسن وأكبر بعد. الحين إحنا
وجودنا بهالمكان مساندة لقطر ديرتنا والحبايبنا والإنجاز اللي مسوينه هناك، يمكن هذا نقطة في بحر من اللي شفناه والإبداع اللي سووه. والله صار كونتينرات الديزاين اللي مسوينه وايد حلو حق المكان، إذا أهلك يبون يجون ربعك، مكان يعني يحتوي الكل. هذا المكان ما يعنى بس يا عن تتابعات قطر والإنجاز اللي سوته دولة قطر، وكلنا فخورين فيه كإحنا كعرب، شيء يعني ما راح يتكرر بالزمن. هذا الشيء هذا بالنسبة لنا صار تحدي أكثر، إحنا ككويتيين قلنا خلنا نأخذ هبارت شوي، نستغل هالفرصة هذه ونسوي هذا المكان اللي قاعد تشوفينه، أحلى مكان كان حاليا بالكويت. مكان وايد حلو هذا صدق، يعني هذا اللي نحتاجه بهذه الأجواء، جو بارد، كأس العالم، مكان حلو وايد مرتب. الأجواء كأنها أجواء كأس العالم، كأنك بقطر. كأنك بقطر بس عايبين الكويت. والله حلو. حلو؟ عاجبك؟ إي وايد عاجبني. شنو أكثر شيء عجبك؟ المباراة والألعاب. مستانسة هني؟ إيه. المكان حلو؟ إيه. وايد حلو ولا شوية؟ وايد حلو. وايد حلو؟ أنت بعد وايد حلوة. شو اسمك؟ بيبي. أنا بيبي. عجبني الديزاين مال المكان، والله أول ما دشيت انصدمت بالإضاءات وشي، شفت إن عندنا مكان والله وايد حلو بالكويت الصراحة. إن شاء الله أنا عمري 16 سنة بحياتي ما شفت مكان كذي، لما ديت ترفيه وسكروها ما لحقت عليها عدل. هذا إن شاء الله مكان. فاين؟ إن شاء الله فاعلين إحنا، إن شاء الله ناطرين. يا هلا بأهل تونس. الله يسلمك، أهلا وسهلا فيك. والله الحمد لله تمام، هاي بنتابع الأجواء. ما شاء الله الكويت يعني عملت الواجب وزيادة. صراحة كثير كثير حلو المكان. كمان قطر أبدعت بتحضيرات لكأس العالم. عالمي، تعرف ليش؟ لأنه هذا الحين جاب كل الفئات العمرية وكل الجنسيات لموهم في مكان واحد، لأنه في اللي يقدر على المكان وفي اللي ما يقدر، فهذا انفيتيشن والمكان بدنارين ونص بعد، فكل الناس تقدر تجي تتفرج يعني. عالمي. إيش قاعد تقول؟ دايم بنحضر حتى لو نخسر، دايم بنحضر حتى لو نخسر. كلمة من الكويت لقطر شو تقول؟ الكلمة اللي أقولها كل الحب والوفاء والعشق للشعب الكويتي حق الشعب القطري، إخواننا حبايبنا وعلى قلب واحد.